سلامنا من الله عليكم أعزائي المشاهدين الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التغطية خاصة. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين الكرام معنا موضوع مهم جدا سوف نتناقش عنه. الكل يعلم بأن بلادنا تمر بأزمة اقتصادية وأزمة أمنية، وفي نهاية العام 2013 قام فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي بزيارة تاريخية لدولة الصين العظمى، وذلك لعقد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والتي كانت ستجنب بلادنا التدهور الاقتصادي الحاصل الآن، وكانت ستعمل لبلادنا قفزة نوعية من ناحية التنمية والتطور. تخيلوا أعزائي المشاهدين الكرام لو الزيارة هذه اكتملت جوانبها وحضرت الشركات الصينية إلى اليمن كما تم الاتفاق عليه، وأبرمت الاتفاقات لتنمية العديد من المنشآت الحكومية والغير حكومية مثل ميناء المنطقة الحرة في عدن ومطار عدن، وكذلك محطة توليد الغاز في بلحاف، محطة بلحاف. تخيلوا معي لو بالفعل دولة الصين أوفت بتعهداتها اليمن وقدمت المنحة التي وعدتنا بها في ذلك الوقت. وتخيلوا أعزائي المشاهدين الكرام أن اليمن انفتحت على العالم يعني اقتصاديا وتنمويا، وأصبحنا دولة ذات قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة. أعزائي المشاهدين الكرام نتابع هذا التقرير، وبعد التقرير سوف ينضم إلينا ضيوفنا الكرام لمناقشة هذا الموضوع، انتظرونا. لم تكن مطامع دولة الإمارات بموانئ اليمن وخصوصا ميناء عدن وليدة اليوم، أو نتيجة لتدخلها العسكري في نطاق التحالف الداعم للشرعية في البلاد، بل منذ عقود مضت. فأولى المحاولات الإماراتية الجادة للسيطرة على ميناء عدن تعود إلى بداية التسعينات، وتحديدا عقب الوحدة اليمنية عندما أقرت الحكومة آنذاك إنشاء منطقة التجارة الحرة في المدينة، وهو القرار الذي أثار مخاوف أبو ظبي من أن ينعكس ذلك على حركة ميناء دبي. فسعت الإمارات في تعطيل المفاوضات مع العديد من الشركات العالمية لتطوير الميناء وتشغيل المنطقة الحرة ليكون تحت إدارة موانئ دبي، وهو ما حصل بالفعل، حيث تمكنت الإمارات في الاستحواذ على ميناء عدن ومنطقته الحرة باتفاقية مع الحكومة اليمنية عام 2008، لكنها لم تفي بالاتفاق المبرم لتطوير الميناء إلى أن تهالكت أدواته وتراجع نشاطه. فبعد أن كان الميناء يستوعب حوالي 500 ألف حاوية وكان من المفترض أن يرتفع استيعابه إلى 1,000,000 حاوية، انخفض إلى 130 ألف حاوية فقط في العام 2011. ونتيجة لذلك برزت مطالبات شعبية بإلغاء الاتفاقية، وهو ما فعله فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق التي تشكلت عقب ثورة فبراير، وهو ما أثار حقد الإمارات على فخامة الرئيس وتسببت بتوتر علاقاته بالإمارات، خاصة أنها تحاول إرغام الرئيس بعقد اتفاق لموانئ دبي لمئة عام قادمة. لكنه تمسك بحق اليمن في تطوير وحماية مصالحه، مؤكدا أنه لن يساوم في مستقبل اليمن وشعبه. وعقب انقلاب الميليشيات الحوثية التي يعتقد البعض أن دولة الإمارات كان لها دور فيه، وضعت الإمارات يدها رويدا رويدا على موانئ اليمن وسواحله وجزره، ابتداء بعدن وليس آخرا بالمخاء. ورغم أن اليمنيين يعرفون مطامع الإمارات كانوا يراهنون أنها ستلتزم بهدفها المعلن في التدخل العسكري المتمثل بدعم الشرعية ولو على المدى القريب، لكنها سارعت إلى تعطيل الميناء تارة عبر رفض ميليشيا تحظى بدعم أبو ظبي لتسليمه للحكومة، وتارة في عرقلة التصاريح الخاصة بالسفن، بل ومنع سفن من إفراغ حمولتها في أواخر نوفمبر الماضي، حتى وصلت حد إنشاء ميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة لتقود تمردا مسلحا في عدن ولحج وأبين، وتسعى للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية.
وترى الإمارات أنه ليس من مصلحتها تشغيل ميناء عدن كمنطقة حرة وتنشيط حركة البواخر في مينائها، وبحكم تاريخ الميناء والموقع الاستراتيجي القريب من خط الملاحة الدولية سيكون منافسا صعبا لدبي وجبل علي، ويمكن أن يكون نقطة وصل مسيطرة على حركة التجارة في المنطقة، ما قد يؤثر سلبا على نشاطها التجاري وحركة تجارتها ومصالحها في المنطقة. لذلك فالإمارات تعيق نشاط حركة التجارة في عدن وتقيد نشاط مينائها وحركة البواخر، بل حولت ميناء المخا لقاعدة عسكرية يمنع الاقتراب منها، بالإضافة إلى فرض سيطرتها على ميناء المكلا. وسيطرة الإمارات أيضا على عدد من الجزر اليمنية كسقطرى وميون وجزر أخرى، ولهذه السيطرة أهدافها الاقتصادية كي تجعل طريق التجارة العالمية للسفن سالكة إلى موانئ دبي التي تعتبر بعيدة المسافة للسفن مقارنة بالموانئ اليمنية التي تتميز بموقعها على خط الملاحة الدولية، وخاصة ميناء عدن الذي يقع على خط الملاحة الدولي الرابط بين الشرق والغرب، ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغير اتجاهها للوصول إلى الميناء. أعزائي المشاهدين الكرام، كما تابعنا التقرير، هناك من يشعر بالقلق من التنمية التي سوف تحدث في بلادنا. هناك من يظن بأن بلادنا لو ازدهرت ولو انتعشت اقتصاديا ولو أصبحنا دولة ذات مكانة وذات هيبة في المنطقة سيكون ضرر عليها، وهنا المصيبة وهنا المشكلة. يعني الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، لن يتضرر أي أحد، كل بلاد سوف تأخذ نصيبها، سواء كانت الإمارات أو غيرها، كل بلاد سوف تأخذ رزقها المكتوب لها، ويجب علينا أن نتعايش وأن نكون يدا واحدة في المنطقة. ولكن لا نعلم لماذا هذا التفكير. ومعنا عبر الهاتف الأستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسة. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد السلام. أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي الكرام بهذه القناة وأيضا كل موظفيها والعاملين فيها. حياك الله أستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام، أكيد تابعنا كلنا الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لدولة الصين الشقيقة في العام 2013، في نهاية 2013، وتابعنا بشغف يعني اهتمام كبير للاتفاقات التي أبرمت وعقدت في ذلك الوقت، وكنا منتظرين على حر من الجمر أن تنفذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع. السؤال، ماذا لو يعني تم تنفيذ هذه الاتفاقات على أرض الواقع بالفعل، ما الذي كان سيحدث في بلادنا؟ أولا قبل كل شيء، اتفاقات المصالح المشتركة بين الدول هي تأتي في إطار التعاون بين الدول ذاتها، سواء تكون هذه الاتفاقات استثمارية أو اتفاقات قروض أو أي اتفاقات أخرى، في الأخير تقدم لها مصالح البلدين. وأعتقد الصين مع وجودها قريبة من فتح خط الحرير واستعادته في المنطقة، ترى في اليمن أهمية اقتصادية كبيرة جدا، واليمن يرى في جهة توازن وتنمية مستعجلة في الصين شريك فعل، لكن هذا في حال بقاء الدولة مستقرة دون حروب. ونحن نعلم أنه بعد إنهاء عمل موانئ دبي في عدن وتوجه الرئيس الصين لتشغيل الموانئ وأيضا مشاريع مشتركة أخرى، انفجرت الحرب في اليمن بشكل كبير. ومن ضمن يعني ما تم تسريبه في ذلك الوقت أن الحوثيين تلقوا دعم من دولة إقليمية من أجل إفشال استقرار هذه الدولة في ذلك الظرف. ولو استمر الاستقرار وبدأت الاستثمارات، أنا أعتقد اليمن يعني بدلا تأخرها 10 سنوات خلال الفترة الانتقالية ستنطلق 20 سنة للأمام، لكن للأسف كان انفجار الحرب واحدة من المشاكل التي أصابت اليمن.
طيب، كانت هناك العديد من الدول التي تمتاز باقتصادها القوي جدا مثل ألمانيا، بريطانيا، دول عظمى يعني كبيرة جدا، يعني كوريا الجنوبية، اليابان. لماذا يعني اتخذ فخامة الرئيس عبد الرب منصور هذه الخطوة وتوجه إلى الصين مباشرة؟ ما طبيعة العلاقة بين البلدين؟ طبعا كل دولة لها اختصاصاتها، يعني إذا تكلمنا مثلا على المطانع وتطوير الاقتصادي للصناعة والتجميع في اليمن، أكيد ألمانيا ستكون شريكة. لكن إذا تحدثنا عن تجربة الموانئ، أيضا الصين كشريك، أولا من ناحية تقنية جديد، ثانيا من ناحية المالية سريع في مسألة القروض، وأيضا مسألة أيضا في هناك شراكة. أيضا لدى اليمن شراكات كثيرة مع دول أخرى في موضوع النفط وموضوع الشركات النفطية، فعملية التنويع مهمة جدا. كان الصين يفترض أن تحضر في هذا في ذلك الظرف يعني، وليس الآن، من أجل عملية التوازن في البلد. تواجد مثلا إذا دول أوروبية كلها مثلا في كل الجوانب الاستثمارية خطأ، طبعا لابد من توازن ما بين الشرق والغرب وما بين أوروبا وما بين الجنوب الشرق آسيا. هذا التوازن سيعطي تنوع في اليمن. فلا أعتقد تلك الفترة كانت خطوة ضرورية، ليست قابلة للتفكير أكثر وقابلة للعرض أكثر، لأن احنا كنا أمام إمبراطور. يعني بمجرد ما أن وقفت موانئ دبي اختلقت دولة الإمارات مشاكل متعددة في اليمن، وكان يجب إسكاتها بسرعة من ناحية الاستثمار الخارجي. نعم. طيب، لاحظنا في الفترة الأخيرة خروج دولة الإمارات من موانئ جيبوتي وأثيوبيا، ما الذي حدث؟ لماذا تم إخراج يعني الإمارات وكذلك من اليمن؟ يعني ما هي الأسباب؟ الإمارات هي قادمة، هي قادمة وتقول بأنها قادمة لكي تنمي الميناء ولكي تشغل الميناء، ولكن ما وجدناه على أرض الواقع مختلف تماما. كان ميناء عدم في يدها ولم تستثمره، بل تراجع الميناء بشكل كبير جدا في مع وجودها مع موانئ دبي. وللأسف يعني كانت سيطرة الإمارات على الموانئ في المنطقة ليست عملية اقتصادية، وهذا مؤسف جدا، إنما عملية سياسية، وهي من أجل بقاء ميناء جبل علي قويا ومزدهرا. لأنها تعرف أن الموانئ في القرن الإفريقي وموانئ اليمن ستأخذ من قوة وازدهار هذا الميناء. الذي هو أصلا لا يعد ميناء طبيعي، إنما هو ميناء صناعي، يعني يحتاج ساعات للدخول إلى هذه المنطقة، بل أيام، يعني ربما يوم يومين. وهذا بينما ميناء عدن ميناء طبيعي جدا، موانئ اليمن مثل ميناء عدن، ميناء المقا، موانئ كثيرة في اليمن طبيعية، يعني لا تحتاج إلى جهد وسفر للسفن من أجل التحميل ومن أجل إنزال البضائع. أنا أعتقد باعتقادي أن استخدام الإمارة الجانب السياسي، استخدام الإمارة استخدام سياسي لموضوع الاستثمار ضربها في مقتل، وجعل موانئ دبي غير مقبولة مقبولة التعامل، خاصة بالذات في الموانئ القرن الإفريقي وموانئ اليمن. نعم. هل نستطيع القول بأن المؤامرات التي حصلت لبلادنا يعني سببها الرئيسي هذه الزيارة؟ أنا أعتقد هذا واحد من الأسباب، لكن ليس السبب الرئيسي. السبب الرئيسي بعيد جدا، ونحن كما قلنا وسلفنا أن السبب الرئيسي لا تريد الإمارات منافسة على موانئها وعلى اقتصادها في المنطقة. ثانيا، هي تدرك أنها أن وضعها الاقتصادي سيسوء خلال الفترة القادمة مع ازدهار دول في المنطقة ومن ضمنها اليمن، وبالتالي هي سارعت بضرب هذا أو تأجيل أو تأخير هذا النمو الاقتصادي في هذه الدول. أيضا لها أهداف أخرى، وهي لا تريد دول ديمقراطية محيطة بها وجمهوريات يعني تحكمها الانتخابات، وإنما تريد دول خاضعة لها، لا تبني شراكتها معها كدول ندية لها، إنما تريد تابعة لها. للأسف حتى ربما ستستخدم أيضا مسألة الحرب على الإرهاب من أجل
الدخول والسيطرة في هذه الدول. أيضا من الأسباب نحن نعرف أنه يعني بعد الثورة السلمية في 2011 اللي طالبت بانتقال سلمي للسلطة، وكان بادرة الخليجية شاهدة ومؤدية إلى هذا الانتقال، تم تدميرها تماما بدخول الحوثيين عسكريا في صنعاء، وكان الحوثيين من ضمن الداعمين الرئيسيين لهم من دولة الإمارات. فالحقد على اليمن لأسباب متعددة، والسبب الرئيسي يعود إلى محاولتها السيطرة على اقتصاد المنطقة. وأيضا لا تنسى أن اليمن في جنوب وعلى حدود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في نظامها واستراتيجيتها للأمن القومي الداخلي السري، معروف أن السعودية ليست دولة حليف وإنما دولة عدو. هذا لا يمكن أن أعبر عنه أنا، كل الخبراء الدوليين يتحدثون، وأيضا حتى من يعرفون الاستراتيجيات الأمن القومي الداخلية للدول نجد أن ما يعلن عنها غير مختلف عن ما يتم التعامل معه سرا، وهي ترى في المملكة العربية السعودية خصم قبل أن يكون حليف. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد السلام على هذه المداخلة الكريمة. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبدو مغلس وكيل وزارة الإعلام. أهلا وسهلا بك دكتور عبدو. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. دكتور عبدو، تابعنا كلنا الزيارة لفخامة الرئيس عبد الرب منصور في نهاية العام 2013 لدولة الصين العظمى، وذلك العقد يعني مشاريع تنموية واقتصادية يعني لليمن. نريد أن نعرف أثر هذه الزيارة لو تمت على أرض الواقع، وكيف سيكون أثرها اقتصاديا وسياسيا، ولماذا تم إيقاف هذه المشاريع عن التنفيذ؟ أخي الكريم، تحياتي لكم ولقناتكم ولضيوفكم ولمشاهديكم في كل مكان. يا أخي العزيز، دائما كما يقال الجغرافيا والاقتصاد والتاريخ هم من يصنع السياسة. نعم. ومن لا يعرف العلاقة بينهم لا يعرف السياسة. نعم. الصراع في اليمن جزء من الصراع الذي تشابكت به علاقات الجغرافيا والاقتصاد والتاريخ، ويمتد هذا الصراع من بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا مرورا بباب البندب وقناة السويس. نعم. للبحر المتوسط وأوروبا. هذا الصراع تدور رحاه حول الطاقة، منابع وممرات وطرق بحرية ومواني، وهذه المنابع والممرات والطرق والمواني مركزها الأساسي هو اليمن بموقعه الفريد جغرافيا، وباب المندب وميناء ومواني عدن والمخاء والحديدة. نعم. وقربه من منابع الطاقة واحتوائه على كمية هائلة منها، فلذا اليمن يمثل قلب هذا الصراع ومركزه. وهذه الممرات والمواني البحرية أوجدت اقتصاد جديد عرف بالاقتصاد الأزرق. نعم. وهذا الاقتصاد الآن هو الذي تتصارع عليه الدول. وزيارة فخامة الرئيس هادي إلى الصين أتت ضمن جعل اليمن وإخراج اليمن من قلب المآسي، الفقر والقتال والاحتراب، وأوجد لليمنيين مشروع دولة اتحادية بأقاليم ستة تستثمر هذه الجغرافيا وتستثمر هذه الثروات وهذه العلاقات البحرية والعلاقات التجارية، ويعيد لليمن دوره الريادي والتاريخي الذي تميز بحضاراته الممتدة، حضارات التجارة التي ربطت الشرق بالغرب. نعم. والشمال بالجنوب. وقدم فخامة الرئيس هادي مشروع الاتحادي للنهوض باليمن وإخراجه من دائرة التخلف والفقر إلى مصاف التقدم والغنى. نعم. وقام بزيارة التاريخية التي أشرت إليها للصين، ونتج عن هذه الزيارة ما يلي: الاتفاق على تعميق ميناء عدن من 16 إلى 18 متر وتوسيعه إلى أكثر من 1000 متر بتكلفة تفوق 580 مليون دولار. وإعادة ميناء عدن لدوره المحوري في التجارة الدولية. اثنين، تطوير وتوسيع وتحديث ميناء المخاء وإعادته للصدارة في التجارة الدولية. ثلاثة، تحديث وتطوير مطاري عدن وتعز. أربعة، تحديث وتطوير مصافي عدن وزيادة طاقتها الإنتاجية. خمسة، إنشاء محطات كهربائية تعمل بالغاز والفحم الحجري الصديق للبيئة بطاقة إنتاجية
حوالي 5000 ميجا وات تغطي كل محافظات اليمن. نعم. 6 بناء وتطوير مشاريع عدة في مجالات البنية التحتية المختلفة. 7 دعوة الشركات الصينية للاستثمار في اليمن في مختلف المجالات النفطية والغازية والثروات المعدنية والطبيعية والسياحية. وهذا يعني انهيار الاقتصاد الأزرق التي قامت عليه عدة دول على هذا الاقتصاد، والتآمر هذا على اليمن وعلى شرعية فخامة الرئيس هادي ومشروعه الاتحادي هو لإعاقة اليمن من أن تلعب دورها الاقتصادي. نعم. المأمول والذي ينتظره اليمنيون جميعا. نعم دكتور عبدو، كانت هناك اتفاقية بين موانئ ميناء المنطقة الحرة وفي عدن ودبي، كانت هناك اتفاقية مبرمة من النظام السابق، وأتى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي بإلغاء هذه الاتفاقية. لماذا تم إلغاء هذه الاتفاقية؟ يا أخي الكريم، هيئة موانئ دبي هي تستثمر فيما يعرف اليوم بالاقتصاد الأزرق بلو أكونومي. نعم. وهي يعني تعمل على استئجار الموانئ في مختلف المناطق الاستراتيجية والمهمة ومن ضمنها عدن، لتعطل هذه الموانئ لتبقى هي مهيمنة ومسيطرة، وتبقى موانئها زي جبل علي ودبي تعمل يعني دون تأثير. لأن الموانئ اليمنية لو اشتغلت يعني وعادت إلى تأدية دورها في التجارة العالمية، ولا تنسى أن اليوم عندك مشروع طريق الحرير الذي قلب هذا المشروع هو اليمن والجغرافيا اليمنية. أنت تعرف الجغرافيا اليمنية وموانئ عدن والمقاء والحديدة يربطون آسيا وأستراليا وإفريقيا وأوروبا عن طريق قناة السويس. إذا قلب هذا الصراع وقلب هذا الاقتصاد الذي يسمى الآن الاقتصاد الأزرق هو اليمن، فبالتالي تم إلغاء هذه المعادلة لأنه تم تجميد ميناء عدن وحورب لكي لا يؤدي هذا الدور لحساب موانئ الإمارات في جبل علي ودبي، وهذا أمر معروف. ولهذا فخامة الرئيس هادي عمل إلى إلغاء هذا الاتفاق لأنه مجحف في حق اليمنيين. اليمنيين من حقهم أن يعيشوا بكرامة، من حقهم أن يبنوا دولتهم الاتحادية، من حقهم أن يستثمروا ثرواتهم، من حقهم أن يستخرجوا النفط والغاز ويشغلوا موانئ اليمن، لكي لا يعيش اليمنيون تحت خط الفقر، لكي لا يعيش اليمنيون مشردون مغتربون في كافة أصقاع الدنيا، لتبنى دولة اليمن القادرة ونهضتها بالشرعية والمشروع. ولهذا كان التآمر ضد فخامة الرئيس هادي بمشروعه الاتحادي هو جزء من هذا الصراع الاقتصادي الذي قادته الإمارات ضد فخامة الرئيس هادي منذ توليه السلطة. نعم. طيب دولة الصين ألم يعني تكن مدركة للوضع الأمني الغير مستقر داخل اليمن وعقدت هذه الاتفاقيات؟ لماذا لم تؤمن يعني وجودها كدولة عظمى؟ يعني لماذا لم تأتي وتفرض، تقول أن تم الاتفاق مع فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ونريد أن ننفذ هذه المشاريع؟ يعني يا أخي الكريم، ليست الصين من أمنت المشروع الاتحادي. نعم. وشرعية فخامة الرئيس هادي. نعم. كل الدول الراعية لمخرجات الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور والدول 5+1 ومجلس الأمن عقد يعني اجتماعه في صنعاء، كل هذه الدول مستفيدة من أن تلعب اليمن دورا اقتصاديا في التجارة العالمية الدولية، لأنه الدول هذه مصنعة تحتاج أسواق، تحتاج إلى طرق سلسة ومرنة، موانئ تستطيع استيعاب كافة الناقلات سواء النفطية والغازية والتجارية بمختلف السعات، وهذه لا يوجد أي ميناء يستطيع موانئ تستطيع توفير هذه الإمكانيات غير موانئ اليمن، وبالتالي كانت كلها داعمة لهذا الاتحاد. لكن المشروع الإيراني يعني عمد إلى هيمنته على بضمن هذا الصراع وهيمنته بالجانب الآخر على مضيق هرمز من خلال احتلاله للثلاث الجزر الإماراتية اللي هي طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى. نعم. أراد أن يسيطر على باب المندب، فبالتالي
كيف الأمر وعمل انقلابه بالتعاون مع السلطة السابقة يعني في انقلاب الإمامة في صنعاء جزء من هذا المشروع، وأعلنت إيران أنها يعني أصبحت سيدة البحار وسيدة باب المندب، وأن عبد الملك الحوثي أصبح سيد الجزيرة العربية ضمن الصراع. كما عمدت الإمارات في الانقلاب الانفصال في عدن أيضا لضرب هذا المشروع، والتوجه فخامة الرئيس هادي لإقامة اقتصاد يخرج اليمنيين من يعني نفق الفقر ونفق التشتت والاغتراب. فلهذا الكل عمل لاستيلاء على هذه المناطق وإيجادها ضمن مشروعه الاقتصادي يعني، وضربوا باليمن وبمصالح اليمنيين عبر الأدوات التي يعني قبلت على الارتزاق وباعت وطنها ومستقبل أجيالها بحفنة من الدولارات مقابل تعطيل هذه المشاريع العملاقة الضخمة التي ستنقل اليمن إلى مصاف الدول المتقدمة ليعيش كجيرانه في الخليج والدول التي خرجت من إسار الفقر إلى إسار التطور والتقدم والازدهار. نعم دكتور عبدو، يعني للتوضيح، في حال أصبحنا دولة اقتصادية منفتحة يعني على التجارة وعلى يعني أصبحنا نستقبل الشركات وأصبحنا دولة يعني مستقرة أمنيا، هل هذا سيكون يعني سيؤثر على الدول الجوار؟ سيكون هناك ضرر عليهم؟ نريد التوضيح للآخرين، يعني نوضح للإمارات كذلك أنه بالعكس يعني استقرارنا أمنيا هو فائدة ومصلحة لهم. يا أخي الكريم، اليوم الوطن يتعرض للتمزيق والتهديد بسبب هذه الحرب الاقتصادية. ولنكن واضحين، الإمارات تدرك جيدا أن اليمن إذا يعني وظف بحاره ويعني وشواطئه وموانئه ستخرج الإمارات من الاقتصاد الأزرق، لن يكون لها دور، لأنه لا يمكن السفن أن تمر عبر الخليج ومضيق هرمز إلى جبل علي ودبي. أنت في خط الملاحة الدولي، عندك الأشقاء في المملكة والمنتجون للنفط يمدوا أنابيبهم عبر الأراضي اليمنية إلى البحار الآمنة مباشرة دون التهديد الإيراني وقفل مضيق هرمز. كل العالم بيستفيد، يعني سواء قد أنا بقول لك كل القارات، آسيا، أستراليا، إفريقيا، أوروبا، قناة السويس ستنشط، البحر الأحمر ستنشط، وما المشروع الرائد العملاق الذي قام به ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان في مشروع نيوم إلا جزء من هذه الاستراتيجية التي تتجه إلى اقتصاد البحار واقتصاد البحر الأحمر. ولهذا الإمارات متضررة قطعا، ويجب أن نتفق يعني إذا كانوا يريدون يعني التشاور مع الحكومة الشرعية للتفاهم والاتفاقيات المنصفة، أما التآمر هذا الذي هو نتيجة هذا الخوف من تشغيل هذه الموانئ وتعطيل موانئ جبل علي ودبي، هذا هو طيب العملية. دكتور عبدو، بخصوص التآمر يعني والمؤامرات، دكتور عبدو بخصوص التآمر الذي تحدثت فيه قبل قليل، رأينا الإمارات تقاتل في السواحل التي توجد فيها الموانئ كميناء الحديدة وميناء عدن والمكلا والبهرة، الإمارات موجودة لكن لم نراها موجودة في صعدة أو في حرض أو في حجة أو في الجبهات التي لا توجد فيها مصالح. يعني يا أخي الكريم، يجب أن نكون مدركين أن الوحيد الذي دخل معنا باستراتيجية يعني مخلصة خالصة لمواجهة مشروع التوسع الإيراني هو المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. أما الإمارات معروف يعني إنشائها لهذه الكيانات الأحزمة لكل محافظة لكل منطقة حزام أمني، وكما تفضلت يعني مسكت السواحل، هي دخلت لتأمين مصلحتها الاستراتيجية، لم تدخل لإعادة الشرعية. عاقت إعادة الشرعية وعودتها إلى عدن وممارسة سلطاتها على الموانئ والساحل اليمني، هي أتت لتخدم بقاء مشاريعها، بقاء موانئها، بقاء ميناء جبل علي ودبي، لم تأتي لخدمة الشرعية.
وحدها المملكة الشقيقة هي التي تدرك مخاطر المشروع الإيراني وتهديده إلى اليمن. أما الإمارات هي دخلت تؤمن اقتصادها ومشروعها يعني في فيما يتعلق في الاقتصاد الأزرق، ولقت يعني شوية من الناس الذين يوظفون عقولهم ويغيبون حقائق الجغرافيا والتاريخ كما أشرت في مقدمة حديثي، والاقتصاد ألغوا الجغرافيا والاقتصاد والتاريخ. اليوم نحن يعني أمثال هؤلاء يريدون تدمير اليمن وإخراجه من أن يبني نهضته الحقيقية وأن يعيش اليمني حرا كريما غنيا في وطنه مستغلا لثرواته، زينا زي الإمارات، زينا زي قطر، زي إن شاء الله. زي المملكة. شكرا زي شكرا جزيلا لك دكتور عبدو على هذه المداخلة الرائعة الأكثر بالرائعة. كان معنا عبر الهاتف الدكتور عبدو مغلس وكيل وزارة الإعلام، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا عبر الهاتف من ماليزيا الأستاذ عبد الواحد العوبلي المحلل الاقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الواحد. أهلا وسهلا أخي عمر، مساء سعيد. يا عبد الواحد، نريد بالأرقام واقتصاديا في حال يعني جاءت الشركات الصينية إلى اليمن، لو تذكر الاتفاقيات التي أبرمت في دولة الصين في نهاية العام 2013 بين فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبين الشركات العظمى داخل الصين، نريد يعني كأرقام ماذا لو بالفعل جاءت الشركات ونفذت مشاريعها داخل اليمن، كيف ستغير الجغرافيا الاقتصادية داخل اليمن؟ الرئيس عبد ربه منصور هادي عندما كان في الصين في 2013 عقد عدة اتفاقيات مع الحكومة الصينية ومع شركات عملاقة كبيرة داخل الصين. هذه الاتفاقيات تضمنت اولا اتفاقيات مع شركات البترول العاملة في اليمن بالإضافة إلى شركات أخرى لم تأتي إلى اليمن، كانت من ضمنها شركة سينوبك الصينية التي لا تزال في طور الاستكشاف وجهة الحرب ولم تكمل عملية الاستكشاف ولم تبدأ بالإنتاج بعد. فلو أن هذه الشركة على سبيل المثال استمرت بعملياتها وتمكنت من استخراج وإنتاج النفط وتصديره، فبالتأكيد كانت سترفع قدرة اليمن بشكل كامل لإنتاج النفط وتصديره، لكن لا نستطيع أن نجزم أو نحدد بشكل دقيق الكميات التي سيتم إنتاجها من النفط بحكم أن صناعة النفط طبيعتها لا يمكنك تعرف الكميات التي سيتم إنتاجها ما لم يحصل حفر ويتم الإنتاج بشكل فعلي وبعد ذلك تقدر تحدد، لكن احنا نقدر نقول بحسب المسوحات والكشوفات والدراسات اللي اتعملت انه الكميات النفط التي كان من المفترض ان يتم تصديرها كانت سترفع او ستضاعف على الاقل انتاج اليمن من النفط الخام بالاضافه الى بقيه المشتقات الاخرى كالغاز وغيره. النوع الآخر من المشاريع التي اتفق عليها الرئيس عبد ربه منصور هو محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وهذا في رأيي هو كانت أهم شيء أو أهم جزئية من الاتفاقيات التي تعملت في حينه، لأنه الكهرباء أهم ركيزة من ركائز التنمية كأي بلد. لا يمكن أنك تعمل تنمية ولا يمكن أنك تستقطب استثمارات ولا يمكن أنك تخلق مشاريع بدون ما يكون في كهرباء كافية لتغطية المشاريع التجارية والصناعية والزراعية وتغطية احتياجات المواطنين من الطاقة. الاتفاقيات التي وقعها الرئيس كانت تتجاوز لتوليد ما كمية تتجاوز حوالي 5000 ميجاوات. لما تتكلم على 5000 ميجاوات انت تتكلم على تقريبا ضعفين وثلاثة أضعاف القدرة التي كانت في اليمن قبل الحرب، على اعتبار الآن ما فيش أي حاجة. صحيح كانت 1400 فقط تجاري.
نعم. فمضاعفة هذه الكمية من الكهرباء المنتجة كانت تتوفر بنية تحتية مناسبة وطبيعية لقيام المشاريع ولقيام المصانع ولخلق فرص عمل وتحريك. طيب استاذ عبد الواحد اقاطعك، يعني لماذا تريد الامارات العربية المتحدة الهيمنة على موانئ القرن الافريقي كاثيوبيا وجيبوتي وكذلك على موانئ اليمن؟ يعني لو نلاحظ ميناء المهرة متواجدة فيه، بلحاف متواجدة فيه، ميناء عدن، الحديدة، نجد الإمارات متواجدة هناك. لماذا الهيمنة على هذه الموانئ؟ ماذا تريد؟ وكذلك لا ننسى القرن الأفريقي، جيبوتي وأثيوبيا. في تصوري الشخصي أخي عمر، نعم، أن الإمارات قدرت أنها تحقق تنمية وتحقق تطور لا يمكن أن ننكره، لكن هذا التطور وهذا النهضة التي حققتها الإمارات بشكل عام، نعم، وصلت لأقصى يعني سقف ما ممكن أن تصل إليه. لا تستطيع الإمارات أن تصل لأبعد من ذلك، وعلى العكس هي مهددة بأن مصالحها وكل ما بنته طوال السنوات الماضية أن يتعرض للانهيار بمجرد ظهور أي منافس داخل المنطقة، نعم. ولذلك الإمارات تعمل بشكل حثيث على منع أي ميناء من موانئ المنطقة على العمل أو التشغيل، سواء في اليمن أو حتى في عمان أو في الصومال أو في جيبوتي. فهي حرصت كل الحرص أنها تعطل تشغيل كل هذه الموانئ، لأنه تشغيل واحد من هذه الموانئ فقط سيحفز أو سيشجع الناقلات التجارية البواخر إلى عدم الذهاب إلى الخليج العربي، نعم، والرسوب في ميناء دبي. لا يحتاج إلى قطع هذه المسافات الطويلة، وبإمكانهم أن يمروا مثلا على ميناء عدن أو ميناء بربرة في الصومال لتموين الوقود والتزود من احتياجاتهم، أو حتى عمليات نقل وتبادل البضائع، لأنه دبي ليست منطقة خدمات السفن فقط، ولكن خدمات نقل وتبادل البضائع كذلك. نعم. فمصالح الإمارات التجارية والاقتصادية ستتعطل بشكل كامل بمجرد نشوء أي قوة اقتصادية داخل المنطقة. والاقتصاد الإماراتي يمكن إحنا شفناه في 2008، نعم، لما حصلت الأزمة المالية العالمية. اقتصاد الإماراتي اقتصاد هش جدا وتأثر بأي أحداث، ويمكن إحنا لو تابعنا مؤخرا الخطوط الجوية الإماراتية تعاني مشكلة، هلا المطارات الإماراتية تعاني مشكلة. يعني تخيل إنهم بنوا مطار في دبي، مطار المكتوم، نعم، كانوا مخططين إنه هذا المطار بالسعة الحالية إنه يستقبل 25 مليون مسافر سنويا، ولكن هذا المطار لم يستطع استقبال أكثر من مليون مسافر فقط في السنة. مؤشر تدهور اقتصادي خطير، وبيضيع كل الاستثمارات التي ضخوها لبناء، نعم، هذه البنى التحتية، وبالتالي هم مضطرين يعملوا هكذا ويمارسوا هذه الممارسات للحفاظ على مصالحهم، نعم، على الرغم أنه كان بالإمكان أنهم يحافظوا على مصالحهم بالتعاون وبالتعاضد مع أشقائهم في المنطقة، ويعملوا سويا كفريق وكشبكة اقتصادية ووطنية واحدة. بالفعل. طيب أستاذ عبد الواحد، هل هناك إمكانية لإعادة هذه الاتفاقيات بين اليمن والصين في ظل الوضع الراهن الذي نحن فيه؟ لا أرى مانع نهائيا من إمكانية استعادة هذه الاتفاقيات. على العكس، هذا النوع من الاتفاقيات الاقتصادية سيعزز وضع اليمن السياسي، نعم، لأن دخول دولة عظمى مثل الصين، تتكلم على الصين تتكلم على حوالي 15% من الاقتصاد العالمي، نعم، دولة عظمى كالصين عندما تتواجد داخل اليمن أنت هنا بتخلق توازن قوى داخل البلد، وبالتالي تواجد الصين سيجعلها تعمل أقصى ما تستطيع للحفاظ على مصالحها، نعم، للحفاظ على مشاريعها أو حتى على رعاياها اللي ممكن يكونوا
موجودين على الأراضي اليمنية. والعكس دخول الصين، دخول أي قوى عظمى أخرى مثل الهند، مثل باكستان، مثل تركيا، نعم، مثل البرازيل للعمل داخل اليمن، هذا كله سيوطد الوضع الاقتصادي للبلد وسيحسن قدرة اليمن في التحكم بمصيرها السياسي وقدرتها على التحكم بمصير الشعب، نعم، داخل الوطن. شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الواحد العوبلي على هذه المداخلة الكريمة. كان معنا عبر هاتف أعزائي المشاهدين الكرام الأستاذ عبد الواحد العوبلي المحلل الاقتصادي. إذن أعزائي المشاهدين الكرام، كما تابعنا من نقاط هذه الحلقة حول يعني هذه الزيارة التي تمت للرئيس وأبعادها ودلائلها وأثارها لو تمت، والآن نتمنى من فخامة الرئيس أن يعيد هذه الاتفاقية إلى أرض الواقع ولنشاهد ما الذي سيجري يعني في اقتصاد بلادنا. يعني يفترض أننا في أمس الحاجة لمثل هذه الاتفاقيات، وبالذات في الوقت الراهن. الإمارات أعطت وعود للمجلس الانتقالي بأنها ستسلمهم الموانئ، ولكن هذا يعني يعتبر من المستحيل ومن الخيال، لأنهم لا يدركون المؤامرة الكبيرة، أنها ليس لمصلحتها أن يستلم أي أحد هذه الموانئ. أعزائي المشاهدين الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وألقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، وإلى اللقاء.